السلام عليكم، معكم اشرف من روك بوايما. اليوم جبت لكم واحد الفي اس تي اللي كيقدر يحول لينا الصوت 8 دي. شنو كتعني 8 دي؟ دونك 8 دي كتعني انني نقدر نتحكم بالصوت 360 درجه اولا الفوق والتحت. 360 درجه كتعني انني نقدر نسمع الصوت ديالي القدام اولا اللور اولا اليمين اولا اليسر اولا الفوق اولا التحت. دونك هادشي كامل كنقدروا نخدموه بواحد الفي اس تي ديال سانهايزر اللي سميتو امبيو. دونك نقدروا نكتشفوا جميع كيفاش نقدروا نخدموه بهذا الفي اس تي هذا. اللي غادي يطلب منكم انكم تزيدوا لا كاليتي ديال الفيديو وما تنساوش باش ديروا لي كاسك باش تقدروا ديتيكتيو معنا البانين. ونبداو دابا في التيست ديالنا. دونك لوفيرتور ديال لابليكاسيون اللي هي هادي سميتها امبيو ديال سانهايزر. دونك بحال هكا كنقدر نكونترولي البانين ديالي. دونك هنا عندنا الصوت ديالنا كنسمعوه القدام. الا بغيت نحولو على اليمين كندور من هنايا فوالا. دابا انا كنحاول نبقى نهضر كونتينيو باش ديتيكتيو ان البانين كيمشي الجهه ديال اليمين فوالا. دابا غادي نرجعو للباك. الباك فوالا. دونك دابا الصوت ديالنا رجع للور. دابا غادي ندوزو للجهه اليسريه فوالا. دونك دابا كنسمعوا راسنا في الجهه اليسريه. دابا غادي نرجعوا القدام. دونك باش تفرقوا ما بين القدام واللور غنحاول نجي من القدام نجي اللور. قدام اللور فوالا. نخليو الصوت ديالنا القدام باش نديتيكتيو الاب والداون يعني الفوق. دابا كنسمعوا راسنا الفوق. دابا غنسمعوا راسنا لتحت. الفوق غادي نسمعوا راسنا لتحت فوالا. دونك صراحه كونترول لي زوين بزاف وكيعاون بزاف الا بغينا نخدموا الاصوات. زياده على ذلك كنقدر نزيد لي زيفي على حساب الروم. بيان سور قبل ما ندوزو الروم كاين عندنا نقدروا نتحكموا حتى في الصوت واش بيان بريسي في اون سول بوين اولا نكبروا البوان ديالنا فوالا. نقدروا نكبروا البوان جوسكا 180 درجه فوالا ونتحكموا في الصوت ديالنا من اش من جهه يجينا فوالا. كما كتسمعوا دابا غادي ندوي كونتينيو تيست 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 فوالا. دونك وبيان سور زياده على ذلك بهاد في اس تي نقدر نتحكم حتى في لي زيفي ديال الريفيرب اولا كيف ما نقولوا الروم اللي بغيت نزيد لافا ديالها. دونك هنا عندنا بزاف ديال لي روم لكل وحده كتعطيني واحد الافي في الشكل. دونك هذا كتزيد في الليفل ديال الصوت ديالك وهذه كتزيد السايز ديال داك الروم يعني الحجم ديال الروم. سواء بغيتي يكون كبير يعني غادي يتزادنا اوتوماتيكمون غيتعاود يرجع لنا الصوت اكثر بحال دابا. دونك كتسمعوني دابا كتسمعوا الصوت ديالي كيدوبل حيت كبرت السايز ديال الروم. دونك هكا غادي يسهل علينا باش نديتيكتيو الفرق ما بين لي روم فوالا. تيست 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 فوالا. كيف ما كتلاحظوا بلي كاين الصوت ديالنا كيبقى يرجع لينا كل ما كبرنا السايز. دونك هذا هو الفي اس تي ديال امبيو ديال سانهايزر. اليوم كنا في لو تيست ديالو. نتمنى انه يكون عجبكم هذا الفي اس تي ويكون يوتيوب بالنسبه لكم. كان معكم أشرف من روك بوايما. Thanks.